تواصل أشواطي صباح هذا اليوم بالأثارة والحماس على أرضية ميدان دستور أحد فروع الميدان الذكي في المرموم. ينطلق في هذا السن سن الحقائق، لازلنا في أشواط الانتاج والمنتجين والشوط السادس الذي أعلنت بداية انطلاقته. يحمل الجعدان الحقائق لصايل في هذا الاندفاع. انطلق الشوط، انطلقت الأمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. مشاهدي العزاء، نبحر في عمق الميدان، يتقدم المشاركين شاهين، وياتي مطر بن محمد بالوهي العفاري يسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني ياتي المغرب الذي ينطلق المعرب فيصل بن عبد الهادي بن نايف يقدم المعرب على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل في مصيح لسيف بن حمد بن سالم الاكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذا سراب محمد بن عامر بن علي العمري يتقدم على المركز الرابع، والمركز الخامس تقدم فيه المنتصر لسليم بن محمد بن عثعيث العامري يتقدم على المركز الخامس. أما المركز السادس سادس المراكز وصل الوسمي، الوسمي وفهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري يتقدم، بينما المركز السابع من الجانب الآخر همال أهتان همال الذي ينطلق علي بن سالم بسعيد المسافري ياتي ويتقدم هنا في المركز التاسع مكلف لسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي أو متعب سيف بن حمد متعب سيف بن حمد بسم المنصوري في تاسع المراكز. وما المركز العاشر مشاهدين العزاء يتقدم غازي لذياب بن غانم بن حمودة الظاهري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى من الجعدان في شوطنا السادس. عودة مرة ثانية إلى المعرب اللي يقود المشاركين، المعرب اللي يقود المنطلقين، ياتي فيصل بن عبد الهادي بن نايفه الذي يقود المشاركين في الجعدان ويتصدرهم ويقودهم بجدارة، بينما ينافس شاهين مطر بن محمد بالويهي العفاري يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. تقدم سراب محمد بن عامر بن علي العمري ياتي في المركز الثاني الثالث المركز الرابع. أشوف التحرك بدأ من الجعدان، هذا هو وصل مكلف لسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي. انطلق في هذه اللحظات اللي هو نعم متعب لسيف بن حمد بن راشد المنصوري، بينما هناك الحين وصل اللي هو مكلف سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي. وصل وتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار وفي هذا الانطلاق الخمس المراكز تقدموا انفصلوا عن البقية، انطلقوا إلى المقدمة مع لوحة 800 متر الأخيرة. عودة إلى المعرب اللي يسيطر فيصل بن عبد هادي بن نايفة يتقدم المشاركين، بن نايفة يتقدم المنطلقين حتى هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين لمطر بن محمد بالويهي العفاري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث واصل بن خاتم مكلف سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي. ومن الجانب الآخر يا سلام عاد مرة ثانية متعب سيف بن حمد بن محمد بن راشد المنصوري وصامد المعرب. رغم الضغوطات، رغم التحركات، رغم التنافس الوارد عليه، لا زال مسيطر على مقدمة الشوط. المعرب فيصل بن عبد الهادي بن نايفة يسيطر ويقدم المعرب على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتواجد في متعب سيف بن حمد بن راشد المنصوري في المركز الثاني. خلاص المعرب ينطلق بالمركز الأول، ولكن غادم سيف السم المنصوري. المنصوري غير إلى مقدمة الشوط، غير مشاهدي العزاء إلى مقدمة الشوط. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام، متعب لسيف بن محمد المنصوري، بينما المركز الثاني وصل فيه المعرب اللي قدم
أداء جميل لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة، بينما المركز الثالث تقدم في مكلف للسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام هذا سراب لمحمد بن عامر بن علي العمري، والمركز الخامس تقدم فيه ووصل فيه شاهين مطر بن محمد بلويهي العفاري. هكذا كان هذا الشوط ولحظات الخمس المراكز ووصولها، من ثم العودة مع أبو عدران تيسير شنابلة للتوقيت الزمني، وهذا هو لحظات وصول وعادة متعب لسيف بن حمد بن محمد بن راشد المنصوري، تهانينا له. هذا هو اللي وصل في هذه اللحظة، التوقيت الزمني 4:31 وجزء واحد من الثانية، تهانينا متعب لسيف بن حمد بن محمد بسم المنصوري، بينما المركز الثاني وصل فيها المعرب مشاهدينا الأعزاء اللي ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم بتوقيت زمني 4:31 وخمسة أجزاء من الثانية، مالكه اللي هو فيصل بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري، بينما المركز الثالث وصل، بنشوف المركز الثالث يا مخرجنا الثالث على شاشة التلفزيون في هذا الاندفاع والانطلاق، هذه لحظات المركز الثالث، هذا هو مكلف قطع المسافة في 4:35 وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، المسار جميل والتحديات رائعة والتوقيتات ممتازة مشاهدي الأعزاء، جمهرة صاحبة أفضل توقيت في الشوط الأول في صباحي هذا اليوم اللي هو عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي سلالة مياس بوعقال، حيث قدمت الأداء الجميل في أول الأشواط في 4